كذلك أيضا روي عن وجه هذا روي عنه صراحة أنه من أهل اليمن، ويسمى كعب بن برشة الضاحي. كعب هذا كان نصرانيا، وقد قرأ الكتب، وكان يتقن العربية والفارسية. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية رسائل إلى ملوك العرب وكسرى فارس وإمبراطور الروم وعظيم مصر، كان من هذه الرسائل رسالة متوجهة إلى كسرى وهو كسرى أو شروان. فعندما وصلته هذه الرسالة رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلمون بأنه قام بتنزيلها، فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه كما مزق رسالة الله مزق ملكه. وفعلا ما هي إلا أشهر حتى مزق الله ملكه إذ ثار عليه ابنه برمز بن شروان فقتله. برمز هذا أرسل رسالة إلى عمان، وكانت حينها عمان تنزل بها الفرس على السواحل، فأرسل رسالة إلى المسؤول عن عمان من الفرس في عمان أن أرسل رجلا من عمان يعرف العربية ليذهب إلى مكة أو إلى المدينة ليعرف حقيقة هذا الرجل الذي خاطب لها الرسالة. وفعلا خرج كعب بن برشة بعد أن أخير على ما سواه، فخرج كعب ميملا وجهه شر المدينة المنورة ليعرف حقيقة هذا الرجل، فدخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم ودار بينهما حديث لم يكن هذا الحديث حتى أسلم هذا الرجل على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان هذه من الشخصيات العمانية التي أسلمت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى عمان ينشر هذا الخير. بل أن هذا الرجل كان هو من ضمن الأسباب التي جعلت أهل عمان مسلمون قواعد. فعندما وفد الصحابي عمرو بن العاص وبمعيته أبي زيد الأنصاري إلى عمان، قد أرسله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عمان، ودخل على ملكي عمان عبد وجيفر، كان كعب من المستشارين، فاستشاره جعفر، فاستشاره جيفر في امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فشجعه على دخول الاسلام، فكان كعب هذا سببا في دخول ملكي عمان في الاسلام ومن